بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدي بالمحاضرة الأولى بمادة الوراثة الجزيئية. نبدي بالمحاضرة الأولى بمادة الوراثة الجزيئية بعنوان Molecular Genetics. Molecular Genetics يعني الوراثة الجزيئية. Molecular Genetics الأهداف مالتها Objective to give information about genetic material in human لإعطاء معلومات عن المادة الوراثية في الإنسان. Mendelian genetics and moon hybrid cross الوراثة المندلية والتهجين الأحادي crossing over العبور في الكروموسومات 6 linked inheritance وراثة الارتباط بالجنس. نبدأ بالتعريف. Molecular genetics is the study of genetic material هو العلم الذي يختص بدراسة المادة الوراثية في الإنسان المادة الوراثية بالإنسان إيش هي؟ هي عبارة عن 46 كروموسوم، موجودة في داخل نواة الخلية. تتكون من 44 كروموسوم نسميهم الأوتوسوم اللي كروموسومات الجسم، واثنين من كروموسومات الجنس 6 كروموسوم اللي هي XX بالفيميل وXY بالميل. فالمولكيولار جينيتكس هو العلم الذي يختص بدراسة المادة الوراثية بالإنسان. نعم. دكتور الصوت أول شيء ما واضح. إيه. مساعدي ما واضح؟ إيه صوت بس هو دكتور شوي هيدي مشان الموضوع مش سريع يعني ما إيه إيه أنا بطيء إيه بس ما إيه. Molecular genetics وهو علم الوراثة الجزيئي. is the study of genetic material, its structure, function, replication and expression, mutation as well as genetic engineering. هو العلم الذي يختص بدراسة المادة الوراثية. في الإنسان. إيش هي المادة الوراثية في الإنسان؟ هي عبارة عن 46 كروموسوم موجودة في داخل نواة الخلية. فهذا العلم هو العلم الذي يختص بدراسة 46 كروموسوم داخل نواة الخلية. من ناحية ستراكشر التركيب، الفانكشن الوظيفة اللي هي الريبليكيشن التضاعف، اكسبريشن التعبير الجيني اللي هو الترانسكريبشن الاستنساخ وترانسليشن الترجمة حتى يعطيني البروتين، هي هاي وظيفة المادة الوراثية. الميوتيشن هي التغير اللي يحدث في داخل المادة الوراثية مما يؤدي إلى حدوث الأمراض الوراثية. As well as genetic engineering. Genetic engineering هي الهندسة الوراثية. وهي عبارة عن عملية التلاعب بالمادة الوراثية من أجل الاستفادة من نواتج الدي إن إي، بعملية بواسطة التقنيات الحيوية. البايو تكنولوجي هي هذه المادة، هي هذا علم هو تعريف الوراثة الجزيئية. Mendelian genetics الوراثة المندلية. In 1860, Gregor Mendel introduced a new theory of inheritance based on his experimental work with pea plants, Pisum sativum. في عام 1860 العالم مندل قدم نظرية جديدة بالوراثة تعتمد على تجاربه المختبرية بنبات البازاليا Pisum sativum. Mendel believed that heredity is the result of the secret units of inheritance. And every single unit or gene was independent in its action in an individual's genome. أثبت مندل أن الوراثة تكون نتيجة وحدات متميزة بالوراثة، وكل وحدة مفردة أو جين تكون حرة ومستقلة في عملها في جينوم الإنسان. مندل proved that transmission genetics is the general process by which traits controlled by factors, genes on a chromosomes, are transmitted through gametes from generation to generation. أثبت مندل أن الصفات يسيطر عليها عوامل هي عبارة عن جينات على الكروموسومات.
تنتقل خلال الخلايا الجنسية من جيل إلى جيل آخر. الصفات يسيطر عليها عوامل، العوامل يقصد بها الجينات الموجودة على الكروموسومات، وهذه تنتقل من خلال الخلايا الجنسية من جيل إلى جيل آخر. أما تعاليف الجينيتكس الوراثة The Study of Inherited Variation هو العلم الذي يختص بدراسة الاختلافات الوراثية، الاختلافات الوراثية. الجين، إيش تعريف الجين؟ A sequence of DNA that instructs a cell to produce a particular protein. هو عبارة عن تسلسل معين، قطعة معينة من الدي ان اي، قطعة معينة من الدي ان اي تعطي أوامر للخلية من أجل إنتاج بروتين معين. هذا بروتين معين يحدد لي صفة معينة بالإنسان. الأليل، الأليل alternate form of a gene، هو الشكل البديل للجين، أشكال بديلة على الجين تكون موجودة على نفس الكروموسوم، وهذه نرمز لها إما capital T هو أليل capital T أو الأليل small T. homozygous وهو فرد متجانس نقي having two identical alleles of a gene، هو عبارة عن اثنين من الأليلات المتماثلة مثل capital T capital T و small T small T. الهيتروزايغوس الفرد غير متجانس للجين having two different alleles of a gene، يمتلك اثنين من الأليلات المختلفة. الجينوتايب هو الطراز الجيني، هو the alleles combination in an individual that cause particular traits or disorder، هو عبارة عن مجموع الأليلات أو مجموع الجينات أو مجموع الكروموسومات اللي موجودة في داخل نواة الخلية. هذه الجينات، الجين يشفر إلى messenger RNA، المسنجر RNA بعملية الترجمة راح يعطيني بروتين، هذا البروتين يحدد لي صفة معينة في جسم الإنسان، قد تكون هرمون أو إنزيم. في حالة حدوث طفرة فإنه الطفرة تؤدي إلى عدم تكون البروتين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية. الفينوتايب الطراز المظهري The expression of a gene in traits or symptoms، هو التعبير الجيني للجينات، يعني تعطيني صفة أو تعطيني أعراض مرضية مثل ما قلت الجين يعطيني مسنجر RNA يعطيني بروتين يعطيني صفة معينة بالجسم. إذا حدث الطفرة فإن الجين ما راح ينتج بروتين ويؤدي إلى أعراض مرضية وأمراض. الدومينانت هو السائد، هو الجين السائد مثل كابتل تي كابتل تي أو كابتل تي سمول تي يصير سائد على سمول تي. الجين فاريانت إكسبريسد when present in even one copy، هو الجين اللي يظهر التعبير مالته حتى إذا كان موجود بنسخة واحدة منه. capital T تصير ساعدة على small T. الرسس المتنحي an allele whose expression is masked by another allele، هو الأليل اللي التعبير مالته راح يختلف بأليل آخر، يعني عندنا capital T small T، small T راح يختفي تأثيره بتأثير capital T. الديبلويد هو عبارة عن كان ثنائي مجموعة كروموسومية سير containing two set of chromosomes، خلية تحتوي على مجموعتين من الكروموسومات 46 كروموسوم. الهايبلويد هو عبارة عن a cell containing one set of chromosomes، كائن أحادي مجموعة كروموسومية، فالخلية تحتوي على مجموعة واحدة من الكروموسومات اللي هي 23 كروموسوم. الجيميت هي الخلايا الجنسية، خلية جنسية هي سبيرم أو أوفم تحتوي على 23 كروموسوم. مندليان إكسبيرمنتس تجارب مندل، تجارب مندل. The first experiment is called one hybrid cross، التجربة الأولى نسميها التهجين الأحادي، التهجين الأحادي. طلاب أنا أعطيتكم الوراثة المندلية، الهدف من أعطيتكم الوراثة المندلية حتى تعملون تغريب المونو هايبريد كروس، لازم الطلاب تعرف تعمل تغريب المونو هايبريد كروس. مندل توك تو بلانتس كابتل تي كابتل تي and crossed them with dwarf plants small t small t، أخذ مندل نباتات طويلة الجينوتايب مالتها كابتل تي كابتل تي، عمل لها تهجين مع نباتات قصيرة الجينوتايب مالتها small t small t.
Mendel found the first generation offspring of F1. Mendel وجد أن نظرية الجيل الأول were all capital T small t. It is tall, tall طويلة. But it is hybrid, mono hybrid. تكون أحادية التهجين. تهجين أحادي. Because the plants differ in one trait, the height of the plant. لأنه النبات يعني النباتين يختلفون بصفة واحدة هي صفة القامة نبات طويل ونبات قصير. When F1 plants were self-fertilized to form F2 generation, عندما حدث الإخصاب الذاتي لذرية الجيل الأول لتكوين ذرية الجيل الثاني, Mendel found the phenotypic ratio 3 tall and 1 dwarf. One dwarf. عندما وجد مندل انه ذرية الجيل الثاني ثلاثة طويل وواحد قصير. لما عمل بونيت سكوير طلاب هو هذا البونيت سكوير مربع بونيت. Also مندل tall plants but it is hybrid. It is hybrid, capital T small t, capital T small t. And the cross there with a dwarf plant, small t small t. Mendel found the phenotypic ratio two tall and two short. وجد أن النسبة النظرية اثنين طويل واثنين قصير. البونيت سكوير لاحظ الطلاب هذا المشر عليه المربع هو مربع بونيت نسميه بونيت سكوير. هو is a chart used to follow the transmission of alleles of particular cross. وضع عبارة عن جدول يستخدم لتتبع انتقال الأليلات عند إجراء تضريب معين. توزع جميتات الأب على أحد جهات الجدول وتوزع جميتات الأم على الجهة الأخرى من الجدول. ونلاحظ وجود الفينوتايبيك ريشيو النسبة المظهرية للتضريب. Mendel assumed the first law of inheritance. قدم Mendel القانون الأول بالوراثة. Law of segregation. قانون الانعزال. قانون الانعزال. Each individual has two factors for each trait. كل كائن أو إنسان يملك عاملين اثنين لكل صفة. The factors segregate during the formation of gametes. هذه العوامل تنعزل أثناء تكوين الجميتات. Each gamete contains only one factor for each. The genotype capital T small t is called heterozygous. The second experiment, التجربة الثانية لمندل سماها dihybrid cross, التهجين الثنائي. Mendel crossed plants having round yellow seeds with plants having wrinkled green seeds. قام مندل بإجراء تضريب بين نبات يملك بذور صفراء مستديرة مع نبات يملك بذور خضراء مجعدة. Mendel found the first generation offspring of F1. وجد ذرية الجيل الأول F1 all round yellow. Capital R small r, capital Y small i, small y. It is dihybrid because the plants differ in two traits, the color and shape of the seeds. سماها التهجين الثنائي لأن النبات يختلفون بصفتين اثنتين هي لون البذور وشكل البذور. When F1 plants were self-fertilized to form F2 generation, Mendel found the phenotypic ratio 9 yellow round similar to the father. وجد 9 مشابهة للأب. And 1 green wrinkled similar to the mother. وواحد مشابه للأم. And found 3 new traits. وجد 3 new traits صفات جديدة. Green round. And 3 new traits yellow wrinkled. Mendel formulated the second law of heredity.
قدم مندل قانونه الثاني بالوراثة The Law of Independent Assortment قانون التوزيع الحر المستقل قانون التوزيع الحر المستقل Each pair of factors segregate a sort independently of the other pairs كل زوج من العوامل تتوزع توزيع حر مستقل عن الأزواج الأخرى All possible combinations of factors can occur in gametes كل الاتحادات الجديدة ممكنة للعوامل في الخلايا الجنسية لاحظوا هي مثل ما تشوفون الكروموسومات الكروموسومات عليها جينات هذه الجينات راح تتوزع توزيع حر مستقل على الخلايا الجنسية لما تتكون سبيرم والأوفم كان الجينات راح تتوزع توزيع حر مستقل لذلك تظهر تراكيب جديدة في الخلايا الجنسية Phoenix Square شرحت لكم هو The chart used to follow the transmission of alleles of particular occurs وهو عبارة عن جدول مستخدم لتتبع انتقال الأليات عند إجراء تضريب معين نوزع جينات جميتات الأب على أحد جهات الجدول ونوزع جميتات الأم على الجهة الأخرى من الجدول ونلاحظ الفينوتايبك ريشيو للتضريب النسبة المظهرية عندنا البيديجري البيديجري سجل النسب أو النسب is a chart that depicts family relationships and patterns of inheritance for a particular trait. هو مخطط لمسح علاقات العائلة وتلاحظ ذات صفات معينة. المخطط يحتوي على رموز خاصة لتتبع صفة أو مرض معين بالعائلة. هنا عندنا مرض color blindness مرض عمى الألوان راح نتبعه بالعائلة. هذا المخطط يحتوي على رموز خاصة لتتبع صفة أو مرض معين. نلمس للذكر بالسكوير مربع ونلمس للأنثى بالدائرة لينية. عندنا رموز أخرى للتوأم التوين ورموز أخرى للميت مثلا الديت. إذا كان عندنا السكوير إذا كان عندنا المربع بدون لون يعني نورمال طبيعي. إذا كان عندنا المربع ملون بلون كامل يعني أفكتد شخص مصاب بالمرض. إذا كان المربع نصفه ملون ونصفه غير ملون يعني كارير حامل للمرض. نعمل شبكة العائلة حتى نتبع صفة معينة من الجد إلى الأب إلى الأبناء مثل مرض عمى الألوان. Crossing over العبور. Crossing over an event during process one of meiosis تحدث بالطور التمهيدي الأول بالانقسام الجنسي. When homologous chromosomes exchange pairs عندما maternal and paternal gene combination مما يؤدي إلى مزج جينات الأم والأب. Inhibit this mixing of maternal and paternal alleles on single chromosome are called recombinant الاتحادات الجديدة. الظاهرة اللي يظهر بها مزج جينات الأم والأب راح نسميها recombinant التراكيب الجديدة أو الاتحادات الجديدة. الفيتشر مع الكروسنج أوفر احتمال حدوث العبور بين موقعين بزيادة المسافة بين الموقعين على الكروموسوم. Crossing over involves the breakage of each of two homologous chromosomes by endonuclease enzymes, exchange pairs, and doing them by ligase enzymes. يحدث كسر الكروموسومين المتماثلين وتبادل الأجزاء فيما بينهم. بعدين يتم الربط بواسطة انزيمات الليجز، يحدث الاتحادات الجديدة. Six linked inheritance. Six linked inheritance. Normally, both males and females have 23 pairs of chromosomes. 22 pairs are called autosomes.
هسه بصوره طبيعيه الذكور والاناث يملكون 23 زوج من الكروموسومات، يعني 46 كروموسوم، 46 كروموسوم موجود في الانسان. 44 نسميهم اوتوسوم، اوتوسوم يعني كروموسومات جسم. And one pair is a six chromosome. زوج واحد هذا راح نسميه six chromosome. Six chromosome يعني كروموسومات الجنس اللي هي راح تكون XX بالفيميل وتكون بالذكر XY. XY. In human, males have the six chromosomes X and Y. الذكر XY. And female have two X chromosomes. الأنثى عندها اثنين كروموسومات X. Y chromosome contains the gene responsible for determining male gender. The Y chromosome يحتوي على الجينات المسؤولة عن تحديد جنس الذكر. Traits controlled by genes on the sex chromosome are said to be sex-linked. هسه الصفات المسيطر عليها الجينات الموجوده على كروموسومات الجنس راح نسميها مرتبطه بالجنس sex linked. هان الاليل on X chromosome is X linked. الاليل الموجود على كروموسوم الجنس X نسميه المرتبط ب X كروموسوم. الاليل on the Y chromosome is Y linked. الاليل الموجود على كروموسوم Y راح نسميه المرتبط ب كروموسوم Y. Most sex-linked genes are on the X chromosome. معظم الجينات المرتبطة بالجنس راح تكون على كروموسوم X. Y chromosome is lacking this. Chromosome Y ما يحتوي على هذه الجينات. Very few Y-linked alleles have been found on the much smaller Y chromosome. القليل من الجينات، القليل الجينات المرتبطة على كروموسوم Y. ويكون كروموسوم Y مثل ما تشوفون، كروموسوم Y أقصر من كروموسوم Y. من كروموسوم X، هذا كروموسوم X، هذا كروموسوم X وهذا كروموسوم Y، فكروموسوم X يكون أطول من كروموسوم Y. هسه تحديد الجنس. هسه 6 كروموسوم، كروموسوم containing genes that specify sex. هو الكروموسوم الذي يحتوي على الجينات التي تحدد الجنس، والأوتوسوم هو الـ 44 كروموسوم اللي تحدد هي موجود كروموسومات الجسم. الطلاب انتبهوا على الصورة، هذه الصورة مهمة، انتبهوا لشرح لكم هي. هذا عندنا صورة الفاذر، عندنا هذا صورة الفاذر، هذا الفاذر وهذه المذر. عندنا المادة الوراثية بالفاذر وبالمذر عبارة عن 46 كروموسوم. الأب والأم يكون 46 كروموسوم موجودة في داخل نواة الخلية. 44 يكونون أوتوسوم كروموسومات جسم. واثنين من كروموسومات الجنس اللي هي الـ XY بالذكر والـ XX بالفيميل. The genetic material in father 46 كروموسوم. 44 أوتوسوم and XY. The genetic material in mother 46 كروموسوم، 44 أوتوسوم and XX. هسه نجي على السبيرم والأوفم، نجي على السبيرم والأوفم. Eggs produced by the female in oogenesis have 23 كروموسومز. هسه البيوض المنتجة بالأنثى بعملية تكوين البيوض oogenesis تملك 23 كروموسوم. 22 أوتوسوم and 1 X كروموسوم، 1 X كروموسوم. هسه الميل. Sperm produced by the male have 23 كروموسوم. هسه السبيرم المنتج بالذكور يحتوي على 23 كروموسوم. And either X or Y كروموسوم، وإما كروموسوم Y أو كروموسوم X. فاثنين نوعين عندهم من السبيرم. سبيرم يحتوي على Y كروموسوم وسبيرم يحتوي على X كروموسوم، لكن البيضة تحتوي على كروموسوم X فقط. X fertilized with sperm containing Y كروموسوم result in zygote that develop into male. هسه البيضة المخصبة بسبيرم يحتوي على كروموسوم Y راح تعطيني زيجوت الخلية المخصبة تنمو إلى ذكر. X fertilized with sperm containing X chromosome result in zygote that develop into female.
البيضة المخصبة بسبيرم يحتوي على كروموسوم إكس راح تنتج لي بيضة مخصبة راح تنمو إلى أنثى. انتبهوا طلاب على هاي النقطة. الحاضر تاس دير إكس كروموسوم تو دير دوترز بس نيفر تو دير سونز. الأب الفادر عنده إكس واي راح ينقل أو يبرر الإكس كروموسوم مالته إلى الإناث مالته فقط، إلى بناته فقط، يعطي الأب إكس كروموسوم إلى البنات فقط، بينما الذكور يعطيهم واي كروموسوم. نجي على مذر، the mother تصبح إكس كروموسوم to daughters and sons will equal. هسه الأم راح تعطي كروموسومات مالتها إلى البنات والابنين مالتها بالتساوي. تعطي الإكس كروموسوم إلى البنات والأبناء بالتساوي. لحظة طلاب، الأب يعطي كروموسوم إكس مالته للإناث فقط، للبنات فقط، والأم تعطي كروموسوم إكس للبنات والذكور بالتساوي. إذا كان أكو طفرة على كروموسوم الجنس إكس، عندنا جين مكسور موجود على كروموسوم إكس بالفادر وعليه طفرة، هاي الطفرة متنحية مرتبطة بالكروموسوم إكس، فإن الأب راح ينقل هذا المرض إلى بناته فقط، ينقل المرض إلى بناته فقط، ما ينقله للذكور، لأن الذكور يعطيهم هاي الكروموسوم. إذا كان أكو طفرة بجين موجود على كروموسوم إكس عند الأم، الأم عندها كروموسوم إكس يحتوي جين، هذا الجين عليه طفرة متنحية مرتبطة بكروموسوم الجنس إكس، فإنه راح مثلا هذا الطفرة تسبب مرض، فرضا هيموفيليا، هيموفيليا هو مرض نصف الدم الوراثي، أو مرض كولر بلايندنس، مرض عمى الألوان، فإن الأم راح تنقل هذا المرض إلى أبنائها وبناتها بالتساوي. لكن الأب ينقل المرض إلى البنات فقط وليس الذكور. هذه نقطة مهمة، إذا افتهمتمها راح تفهموا كيفية وراثة الأمراض الوراثية. مفهوم؟ دكتور عفوا بس عيدي هاي المعلومة. نعم، ساعدوا. الفادر يعطي الكروموسوم إكس مالته للبنات فقط، يعطي الكروموسوم إكس مالته للبنات فقط. من الأم تعطي الإكس كروموسوم مالتها للبنات والذكور، للبنات والذكور تعطي الكروموسوم إكس مالتها. إذا أكو طفرة على الكروموسوم، إكس، كروموسوم إكس بالأب يحتوي جين، هذا الجين حدث به طفرة، الطفرة من الطفرة المتنحية اللي مثلا المثال عليها هيموفيليا، مرض نصف الدم الوراثي، أو مرض عمى الألوان color blindness، فإن الأب راح ينقل المرض بالإكس كروموسوم إلى البنات فقط، يعني يعطيهم إكس كروموسوم، أما الذكور يعطيهم واي كروموسوم ما عليه هذه الطفرة. إذا كانت الطفرة موجودة عند الإكس كروموسوم بالأم، فإن الأم راح تنقل هذا الإكس كروموسوم والمرض العليان مثل هيموفيليا أو كولر بلايندنس راح تعطيه للإناث والذكور بالتساوي. مفهوم هسه؟ هاي إذا افتهمتوا راح تفهمون كيفية وراثة الأمراض المرتبطة بكروموسوم الجنس إكس. دكتورة؟ نعم. عدد الكروموسومات بال يعني الإنسان 46، إحنا هي 44 زائد إكس واي و44 زائد إكس إكس. نعم، 46 عدد الكروموسومين بالإنسان، لكن الكروموسومات هذه تكون على نوعين، تكون 44 كروموسومات تحدد صفات الجسم، بينما عندنا اثنين من كروموسومات الجنس الـ X والـ Y تحدد صفات الأنثى أو الذكر، تعطي هرمونات أنثى وذكر، فهي كروموسومات جنس. عدد الكروموسومات بالفادر والمذر 46، بالجميلات السبيرم والأوفر 23 كروموسوم. عندما يحدث الإخصاب يصير العدد 46 كروموسوم، وإذا أكو مرض راح ينتقل إلى الأنثى. محمد؟ مفهوم؟
تمام دكتورة تمام دكتورة تمام. أشرح لها 46 كروموسوم موجود في نواة خلية الإنسان، 46 كروموسوم موجود في نواة داخل نواة خلية الإنسان، يكون عددهم 44 كروموسوم، 44 يحددون سكان الجسم، إكس إكس بالفينول، كروموسومات جنس إكس إكس بالفينول، تكون هوموغاميتد متماثلة بالأنثى. 44 كروموسوم موجودة بالذكر مع إكس واي تكون هيتيروغاميتد، الجميتات مختلفة، واحدة بيها إكس واحدة بيها واي. Sex linked inheritance وراثة الارتباط بالجنس، وراثة الارتباط بالجنس. Sex linked refers to a trait determined by a gene located on the sex chromosome. هي عبارة عن صفة تتحدد بواسطة جين يقع على كروموسوم الجنس X. قلنا كروموسوم X يحتوي على الجينات اللي تعطيني هرمونات تحدد الإناث، الإكس كروموسوم، الكروموسوم واي يحتوي على الجينات اللي تحدد الذكر، تعطي هرمونات ذكر وتحدد جنس الذكر. لكن اكو مرات على كروموسوم إكس فرضا اكو صفات معينة تكون موجودة على الكروموسوم إكس، وبسبب وجودها على كروموسوم إكس كأنه راح نسميها سكس لينكد، مرتبطة بالجنس، بس هي تحدد صفة، جين صفة موجود على كروموسوم الجنس فسميناها مرتبطة بالجنس. Because of their location on the X chromosomes as sex determiners, they are said to be sex linked. بسبب أن هذه الجينات اللي تحدد صفة معينة بالجسم موجودة على كروموسوم X راح نسميها مرتبطة بالجنس. Sex linked diseases, الأمراض المرتبطة بالجنس, are emitted through one of the sex chromosomes, X or Y chromosome. الأمراض المرتبطة بالجنس يتم وراثتها عن طريق أحد كروموسومات الجنس اللي هي إما X أو Y كروموسوم. دكتورة صوت انقطع إذا تسمعين. طلاب خلصت المحاضرة؟ لأن طفت الكهرباء يمي ما أعرف. فجأة انقطع الصوت ما أعرف خلصت ولا لا.
وين وصلتوا طلاب والله بلا زحمة؟ وصلنا صفحة 11 وانقطع الصوت. يا موضوع ما تعرف؟ 6 linked inherited الوراثة المرتبطة بالجنس. شكرا حبيبي. بالخير وعلي. هذا يعني خلصت المحاضرة نغادر.